بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. النهاردة يا جماعة موضوع الحلقة الثالثة عن الأسعار العالمية للزبرة الإنجليش والأحجام الوسط، وده كان طلب الأستاذ أحمد عماد. الزبرة الإنجليش يا أبو حميد هي حديثة الوقود مصر أو حديثة العهد في مصر، بمعنى ان هي اول ظهور لها كان من خلال المهندس محمد ناصف، كان جاب جوز او جوزين على ما اتذكر، يعني من حوالي سنتين، سنتين ونص بكثير يعني، وبدأ اللي هو يشتغل عليهم. وبدأ بعد كده السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ بعض المربين يجيبوا احجام كويسة واحجام ميكسات انجليش، وانا ما شاء الله يشتغلوا عليها. طبعا مش قادر اذكر اسماء من اسماء كذا حد، يعني في اسماء كتير، لكن هو اول فعلا، اول ما نزل او اول ما كان موجود عنده، وطبعا شفتهم بعناية، زبرا انجلش احجام محترمة جدا او انجلش ستاندر مستوى مميز جدا، كان مهندس محمد ناصف. المهم ان الاسعار عندنا في مصر دلوقتي بالنسبة للانجلش او الميكسات بتختلف. يعني ايه بتختلف؟ يعني ممكن اشوف جوز انجليش ميكس، ميكس انجليش مش انجليش ستاندر، ميكس انجليش اسعار ممكن تتراوح بين حوالي 8000 ل 10000، ممكن اقل شويه. اما الاحجام الكبيره في حاجات اسعارها ما شاء الله تكون اوفر شويه او عاليه شويه، لكن هو طبعا هو العصفور نفسه تم استيراده بسعر عالي او بسعر سعر بلده. يعني لو هنيجي نتكلم مثلا عن البحرين مثلا، الجوز مثلا ممكن يوصل فيها حوالي 20,000 جنيه واكتر من كده بكتير، حقيقي يعني اكتر من كده بكتير. طبعا بالنسبة لهم هناك هي عملتهم، بالنسبة لهم الدينار البحريني غير او زي الجنيه المصري عندنا، يعني الدينار عندهم زي الجنيه المصري، لكن الدينار لو اتحول لمصري هتجيب حوالي حاجة و60 جنيه يعني تقريبا على ما اتذكر، يعني حاجة و60 جنيه أو حاجة و50 جنيه. فطبعا أنا لما أجي أشتري هناك من هناك عصفور أو جوز إنجلش ب 100 دينار مثلا، فاضرب ال 100 دينار ده في 50 جنيه هتلاقيه مبلغ. وطبعا ده أنا بديك مثال، طبعا في حاجات مستويات أعلى طبعا بأسعار أعلى، فطبعا التكلفة بتكون زايدة. فأي حد هيستورد من هناك من البحرين أو من أي بلد تانية، الحاجات هتيجي أسعارها مرتفع. لذلك هو طبعا اللي هيجيب هيفرق، طبعا هيبيع، طبعا عايز يعوض اللي هو دفعه، فيضطر ان هو يبيع بنفس السعر او حاجه اقل بنسبه بسيطه، بحيث العصفور سعره برده ما ينزلش بشكل مبالغ فيه، والناس تكون مهتمه عارفه قيمه العصفور ده ايه، عارفه قيمه العصفور ده ايه. انما الاحجام الوسط عندنا هنا احنا بنقول عليها احجام وسط، هي مش معتبر يعني، لا هي ميكسات انجليش، هي يعني غالبا الكل بيبقى ميكس على الهولندي او على الالماني والكلام ده، لكن هو مش ميكسات على الانجليش، مش ميكسات على الانجليش. ودي احنا بنقول عليها احجام وسط، احجام مفروده، يعني احجام مفروده شويه. ممكن تلاقي انت بقى طبعا تشتغل بتحاول تختار الازواج اللي تشتغل عليها، يعني تحاول تشوف افضل المواصفات وتتوافق مع ما بين الذكر والانثى، بحيث نطلع عصفور، تطلع عصفور بشكل افضل. الاسعار بالنسبه لاحجام الوسط عندنا في مصر هتبدا معاك من حوالي 250 جنيه الفرد الواحد او اللي هو الذكر او النتاية، يعني جوز حوالي 500 جنيه ده هيبدا معاك من السعر ده. طبعا في حاجات ما شاء الله احجامها كويسه، احجامها اعلى برضه، كلها بتقول عليها وسط بس احجام مميزه، يعني احجام مميزه، فده اسعارها بتكون اعلى شويه، ممكن توصل معاك حوالي 700 جنيه في الوقت الحالي. انا بكلمك في الوقت الحالي، وهتفيدك يعني برضه الاحجام دي هتفيدك جدا، حتى لو ربنا كرمك ان شاء الله وحصلت على انجليش او ميكسات كويسه، تقدر تخلي دول حاضين للميكسات او للانجليش. الانجليش معروف ان هو شغله برضه تقيل شويه على ما اسمع برضه، او في حضن البيض بيكون ضعيف شويه، في حضن البيض او حضن الفروخ نفسها او الاهتمام بالفروخ وكده يعني. ف
فلذلك معظم اللي بيربوا انجليش بيكون عندهم طيور حاضين، طيور حاضين. مع العلم ان انا شفت اكتر من فيديو اكتر من حالة ان في ناس بتربي انجليش وما شاء الله الازواج هي اللي بتاكل زغللها وهي اللي بتقوم زغللها وتمام مفيش اي مشاكل. بس انا بقول لكم او بقول لك الحالتين اللي شفتهم يعني. ده بالنسبة للأسعار الإنجليش في مصر. طبعا ممكن بقى في أوروبا ممكن الأسعار تكون أقل شوية من دول الخليج، لأن مثلا زي البحرين أو الكويت أو الإمارات ما شاء الله بقى عندهم إنجليش بمستويات ممتازة جدا، وقدروا هم يطوروا من الإنجليش عندهم واشتروا ألوانات كويسة جدا برضو. طبعا الإنجليش هو عصفور، إنجليش ستاندر هو عصفور عادي جدا يعني، عصفور لونه مثلا زي الجري أو الفون أو الجري شيك او الفونشيك، ما فيهوش لو ما فيهوش حاجه في اللون يعني، ما يبقاش مثلا هاب اورنج انجلش، مش هتلاقي هاب اورنج انجلش ستاندر، لا هتلاقي فونشيك انجلش، هتلاقي فاون انجلش، هتلاقي جراي انجلش، تمام. كل الالوان اللي هتلاقي داخله على الانجلش هي ميكسات، ميكسات يعني طير خد منه اللون دخله على الانجلش عشان يحصل على ميكس انجلش بلون مميز، بلون مميز على الباستيل مثلا، على الهاف اورنج، على الفول اورنج الى اخره. طبعا الميكسات دي برضو هي توصلنا للانجليش يعني، الميكسات دي هتوصلنا اصلا للانجليش. بس هو كل الموضوع ان الناس عايزه تدخل طفره اللون على الحجم الكبير اللي هو الحجم الانجليش، الانجليش الستاندرد. الاسعار برضو يعني مثلا في ليبيا برضو الاسعار برضو معقوله شويه بالنسبه لمصر، يمكن افضل سعر ممكن تجيبه من ليبيا. برضو عندهم ما شاء الله عندهم انجليش اعتقد، وعندهم مكسات كويسه. ايه تاني؟ بس ادي كل الموضوع باختصار. اهتم هنا في مصر بالاحجام الوسط، احجام كويسه معقوله. طبعا الطفرات اللونيه مطلوبه في مصر جدا يعني، برضو انا ارجع واقول لك ايه المطلوبه عندي في مصر. المطلوب في مصر في الوقت الحالي كله بيحب اللون اكتر يعني، معظم الناس بتحب اللون. المهتم بالاحجام مربين يعني عندهم خبره شويه او بقى لهم فتره في التربيه، وحابين ان هم يكون عندهم الانجليش ستاندرد. طبعا لانه عصفور اصبح عالمي واصبح ليه شأن كبير قوي يعني، اعتقد ان كل البلاد العربيه والاوروبيه بقى عندهم الانجليش ستاندرد ومهتمين بيه، ودخلوه على الهولندي او دخلوه على الالماني يعني، بداوا يعملوا خليط ما بينه. لكن هو كل بلد مثلا يعني هولندا ليها الستاندر الهولندي والستاندر الالماني وهكذا. بس ادي الموضوع باختصار، وحاول تهتم يعني بالاحجام اللي عندك ان شاء الله، او الاحجام الوسط الموجوده في مصر. هتفيدك صدقني، هتفيدك جدا، هتفيدك بحاجات كتير، ممكن تفيدك في لان معظمها هتلاقي تكون سبليتات لحاجات لونيه، فهتفيدك برضو في تعديل الاحجام، انت تعدي من الحجم الصغير يعني. احنا عندنا انا بشوف احجام في مصر مش هقول لك ممكن ما تعداش صابع ايدي يعني، ما فيش حاجه بسيطه جدا لغايه النهارده موجوده. بس طبعا يعني حاجه انا يعني عصفور اصلا بستغربه يعني، حتى العادي زمان ما كنتش بشوفه بالحجم ده، مش عارف الناس وصلت للحجم ده ازاي، او بعض المربين قافلين على نفسهم بدرجه ان هو ما بيطورش من نفسه، مفيش تطوير، ما بيدخلش دم جديد، فالدم عنده بقى حاجات صغيره جدا بدون ذكر اسماء هم مين. لكن عندهم احجام صغيره جدا، لازم يطوروا من نفسهم، لازم يتطوروا ويهتموا بتطوير الحجم شويه، لان الحجم الصغير ده حتى في الطفره اللونيه هتشوفه مش هيعجبك يعني، شكله مش هيعجبك لانه حجمه صغير جدا، انت مستغرب العصفور عامل كده ليه. فكل ما العصفور حجمه زاد والطفرة اللونية ظهرت فيه بيكون أقيم يعني، تحس إن العصفور شكله جميل. فلازم التطوير يا جماعة من موضوع الحجم مع الحفاظ طبعا على النسل المصري ده، أكيد لازم نحافظ على النسل ده، لأنه ما شاء الله إحنا في مصر الألوان عندنا جميلة، ألوان الطيور عندنا جميلة وزاهية وواضحة وعصفور كويس. فلازم نهتم بكل الفئات ونكون مواكبين الايه العصر والجيل اللي ماشي، ايه اللي ماشي على مستوى العالم. الموضوع مش موضوع موضه، هو الموضوع موضوع فعلا، هو ايه يعني كل البلاد مهتميه بايه يعني. البحرين معظمها مهتم بالانجلش، معظمها مهتم بالانجلش،
عصفور هو العصفور العالمي في الوقت الحالي، تمام. وطبعا اهتموا برضو بالشرق، يعني في حد او كذا مربي في البحرين اعرف بعضهم يعني مهتمين بطبخة الشرق جدا، يعني لدرجة انهم متخصصين في الشرق. طبعا شكل العصفور جميل، وبرضه سعره مش قليل، سعره غالي خاصة لو على مكسات او على احجام كويسة. لكن انا بالنسبة لي كمربي، انا مثلا عندي الايمو، انا ما عنديش شرق الوقت الحالي، ما عنديش شرق خالص، لكن عندي طفل ايمو. طفل ايمو والشرق الفرق بينهم حاجة بسيطة طبعا، اللي هو ريش الجناح مع وتخطيط الديل. في الشرق ما فيش تخطيط ديل، لا الايمو فيه تخطيط ديل بالعرض، تمام. ده غالبا ده يعني ده الملخص بتاع الفرق بين الطفرتين. المهم يعني انا بالنسبه لي مش فارق معايا يكون عندي شاركول او ايمو، ما انا موجود عندي الايمو هو نفس شكل الشاركول، بس كل الموضوع ان الشاركول بيطير بصوره طبيعيه والايمو ما بيطيرش بالصوره الطبيعيه اللي انت متخيلها. ممكن هو لان يعني طبعا انا بربي اقفاص، فمش فارق معايا ان هو يطير في سلاكه او ما يطيرش، لان انا بربيش سلاكات. لكن اللي هربي سلاكات هيجي عنده عقبه كبيره اول، مش هيعرف يربي الايمو. طبعا لازم يربي الايمو في اقفاص، مع العلم ان ربنا كرمني الحمد لله رب العالمين بايمو بيطير بصوره كويسه. مش هقول لك بيطير طبعا في مساحات كبيره، لا بس انا لو سبته في اوضه هيطير وهيتنقل زيه زي اي عصفور عادي. طبعا بعض الناس اللي خدت مني ايمو لاحظت الموضوع ده، منهم ولا بدون ذكر اسماء بلاش نقول منهم مين، بعض المربين يعني اللي ما شاء الله خدوا من الايمو، لاحظوا موضوع ان الايمو عندهم بيطير بصوره طبيعيه. فعلا الايمو اللي انا فرحته، الله اعلم هل الجو او المناخ بتاع مصر مختلف شويه عشان مختلف اثر على ريش الطيور او التغذيه الى اخره، انا الله اعلم مش عارف بصراحه ايه السبب. لكن ده اللي حصل عندي، ان طبعا الحمد لله تغذيه طبعا كويسه للطيور، مهتم جدا بتغذيه الطيور. جو الغرفه عندي مناسب. لما فرخت الايمو، اول نتايه فرختها لقيت ريشها، طبعا في برضه الفراغات ده، بس الريش مش زي الحاجات اللي انا مستوردها، يعني مش زي الحاجات اللي مستوردها. الريش سلكي فعلا، سلكي بطريقه غريبه، يعني فعلا تحس ان مفيش ريش، تحس ان الريشه طالعه ما فيهاش ريش من الجناب يعني. لكن الايمو اللي فرخته تفتح الجناح العصفور هتلاقي برضه الريش برضه سلكي وكل حاجه، لكن تحس ان الريشه تقيلة شوية، لدرجة إن أنا شكيت بس ده الذكر والنتاية ايمو، فده هيطلع ازاي؟ هو فعلا ايمو لكن طالع جناحه ما شاء الله، جناحه مميز. وجربت إن أنا سيبته في غرفة عشان أشوف هيطير ولا لأ، وفعلا لقيته طار وطلع مسافة حوالي بتاع 3 4 متر، إن هو يطلع من الأرض اللي يطلع لغاية مثلا حوالي 2 متر، بعرض الأوضة حوالي مثلا بتاع 4 أو 5 متر. فطبعا كان شيء غريب. فكل الايمو اللي ظهر عندي يا جماعه ظهر بالشكل ده، ان هو بقى يطير بصوره شبه طبيعيه. واتمنى اكون افدتكم ان شاء الله في موضوع الاسعار الانجليش والاحجام الوسط بالنسبه للاسعار العالميه. طبعا الاسعار بيختلف من بلد للتاني زي ما قلنا، وطبعا حسب العمله واختلاف العمله ما بيننا وبين الدول العربيه او اوروبا. وان شاء الله انتظرونا في الحلقه الرابعه، هنتكلم فيها عن موضوع مهم. أتمنى أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.